ويناجي ربه هل هناك أمل لتفريج كرب يونس وهو في قاع بحر في بطن حوت في ظلمة ليل؟ ولا 1% من الأمل. والله إن أحزانك مفاتيحها بيد الله، والله إن ضيقك تفريجه بيد الله، والله إن دمعك جف تجفيفها بأمر الله، والله إن الذي يخيفك ينقلب يفرحك، وإن الذي أضرك ينقلب ينفعك. وأقسم بجلال الله كما قال الحبيب لا تحزن إن الله معنا، أقسم بربي لا إله غيره ولا رب سواه، أن الذي ليس الله معه أنه في حزن ما دام فوق الأرض وفي حزن تحتها وفضيحة يوم العرض. ويناجي ربه هل هناك أمل لتفريج كرب يونس وهو في قاع بحر في بطن حوت في ظلمة ليل؟ ولا 1% من الأمل. لولا أنه يعرف الله ما سبحه، ماذا قال؟ لاحظ تسبيحه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبح وهلل واعترف بالذنب. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، له وحده يا رب وكذلك ننجي المؤمنين، له ولكم. وتجمع بين التسبيح والتهليل والاعتراف بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلها يا عبد الله، رددها وأبشر، وإياك أن تجرب. فلماذا عند فقد النعم تتذكر المسلوب ولا تتذكر الباقي من النعم؟ كم تبيع العينين به؟ كم تبيع نعمة الإسلام به؟ كم تبيع نعمة الحركة به؟ والله بكنوز الدنيا لا، والله لو أعطيت والله لا تبيع. إذن المؤمن يحمد عند الأخذ ويحمد عند الإعطاء، لأن الذي أعطى هو الذي لا مانع لما أعطى ولا رد لما قضى. إنك لتعجب لماذا لا يصاب أهل قيام الليل بالاكتئاب؟ ليه ما يصابون بتلبس الجان؟ لماذا لا يصابون بالعين؟ لماذا رزقهم في يسر؟ لماذا حياتهم في، مع أنه يموت أبناؤهم ووجوههم ما ذهب عنها ضياؤها ولا نورها؟ خلوا بالله فسكب في قلوبهم الطمأنينة والإيمان. لذلك إذا شئت هذه السعادة والجنة المعجلة عليك بجوف الليل، وابدأ بالتدرب عليه. التدرب يبدأ بعد صلاة العشاء، لك أن توتر. أيوب 18 عام يتفجر القيح والدم حتى قدره الناس، دعاء لا يكتب في ربع سطر، ربي إني مسني الضر اشفني، ما قال اشفني، حياء من الله، قال وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بي من نفسي. تدري لماذا ما قال أيوب اشفني؟ لأن يفوض الأمر لله، إن كان بقائي مريضا خير لي عندك يا مولاي فأبقني مريضا، وإن كانت عافيتك أقرب فأنا مسني الضر. الله أكبر، ما أعظمها. فاستجبنا له فقط، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.